آسيا و25 لقاء أوروبي، والمباراة الثانية على مستوى الكرة السعودية والأندية السعودية على بركة الله وتوفيقه. صفر الألماني معلنا بداية هذا اللقاء الذي نتمناه مشاهدينا الكرام بالفعل أن يكون لقاء كبيرا ممتعا عامرا بالإثارة بالندية باللمسة الفنية بالجمل التكتيكية التي تضيف المتعة والإثارة وتتناسب وحجم الفريقين الكبيرين في هذا اللقاء. رمية تمام بصاص على طول إلى منصور الحربي ناحية اليسار، بحاول مر بمرر كرة وفي مكان، لكن كرة بتعدي على طول محمد مسعد، ولكن في البداية الأولى الإنذار الأهلاوي الأول، كرة لم يتوقعها فيكتور سيمون. كل كان يتوقع حضور جماهيري أكبر بكثير من العدد اللي يحضر هذا اللقاء على اعتبار أن لقاء الأهلي، هذه كرة ملعوبة ولكن سهلة بيد. ضربة ركنية، محاولة موجودة على طول، كرة بتلعب على الأرض، خطرة في مكان، الله 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 الله، كرة حلوة. الهلال قريبة من ياسر شاراني، يلعب كرة وياسر سليم بيحاول على طول بعد ما اشترك مع ياسر القحطاني، ياسر وياسر، ياسر الأهلي عندي خط التماس، لا تزال في حوزة الأهلي، توصل إلى فيكتور سيموس بهية وكرة ملعوبة. الله الغيث مرتدة للهلال، بيحاول يعمل سلطان البيشي الاختراق والتقدم من الناحية اليمنى، ولكن أيضا مقطوعة توصل لهرماش، البيشي بمرر كرة على طول إلى ويسلي لوبيز، هرماش بلم وضغط متواصل وتراجع لفرقة النادي الأهلي على طول، الله كثر الدق يبطل للحام، كثر الدق يبطل للحام، سلمان الفرج يا بالفرج بعد ما وقع بعد ما خلص. بداية خضراء وتعادل أزرق، شوف العادة، شوف العادة، أربع نقلات والضغط المتواصل وحده، هوب ادخلت كوبري، ادخلت كوبري من بين قدم ياسر المسيليم من سلمان الفرج في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول من المباراة. راح يغيب الهدوء، راح تهب العاصفة، راح يتغير من عمر الشوط الأول ويصبح متقدم بهدف لا شيء. كرة ملعوبة إلى القحطاني بمرر، واحد اثنين هاتوا خد ملعوبة، والمحاولة موجودة ولكن كرة على طول بتنشال من أمام ياسر القحطاني إلى خكن. حتى هذه الأمور الكفة متوازية والتعادل قائم، محاولة ملعوبة من ويسلي لوبيز، كرة بتعدي ومعها يطلق حكم المباراة مايكل وينر صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتعادل فريقين، واحد الأهلي على طريق معتز الموسى الدقيقة 10، واحد الهلال على طريق سلمان الفرج في الدقيقة 26، انذار للمدافع خير بالومينو وانذار آخر لمحمد القرني. فاصل قصير وبعده إلى الزميل عزيز عادل زهراني.